بهلا وقتها بصير نستقبل بالاستوديو تانيا حمدان مدربة أهل وتنمية بشرية. اليوم تانيا موضوعنا رح بيكون عن القيم وأهميتها بحياتنا، خصوصا كيف بنقدر ننقلها لأولادنا، لأنه هي تربية يعني على القيم مثل ما بنقول. صحيح. في ناس بتكتسب هالمفهوم بتطوره بحالها، في ناس ما بتعرف يمكن قيمته إلا ما تكبر وبظروف معينة. اليوم نحن على باب المدارس، الاختلاط مع الأولاد، التحديات اللي بيواجهوها، أكثر شيء بيواجهوها بالمدارس، وهون بتختلف قيمهم يلي بيجيبوها معهم من البيت ومن تربيتهم بأهلهم. خليني أقول أول شيء، شو أهمية نزرع هالقيم من الطفولة؟ أوكي. أول شيء نحن لحتى نحكي عن القيم، ومثل ما حددت أنه نحن هلأ فايتين على المدرسة اللي هو مجتمع صغير من هالمجتمع الكبير يلي بحضر الفرد، مهم نحن نحدد شو هي القيم أساساً وشو مفهوم القيم، شو يعني القيم. في كتير أشخاص بيضيعوا بين القيم والمبادئ، القيم والأخلاق، القيم والمعتقدات. فالقيم هي اللي مجمع عليه، وهذا موضوع على فكرة كتير عميق اليوم، نحن إن شاء الله نقدر نغطيه بالوقت يلي معنا. القيم هي عبارة عن الحافز يلي بخليني أن أتصرف سلوك معين. فهي بتساعدني باتخاذ قراراتي، بتساعدني بأن أنا أعمل خياراتي بهيدا الحياة بناء على القيم يلي أنا بحملها. أمتين بتصير هيدا الضياع وبتلاقي الأشخاص منفصلين عن ذاتهم، بحسين بتشتت لما هن ما يكونوا محددين القيم يلي بيحملوها، أو عارفينين قيمهم ولكن ما عم بيربطوا، يعني السلوك منه متماشي مع القيم يلي بيحملوها، فهون بيصير في هيدا الضياع. لهيك نحن كتير مهم أنه نحن نحدد القيم يلي نحن بنحملها حتى نعرف أي اتجاه بهالحياة نحن بدنا نسيره. صح. وبالتالي نقدر ننقلها لأولادنا. كيف بنقدر ننقلها لأولادنا، كيف بنقدر نغرسها عندهم؟ هي أول شيء بالحديث عنها، تعريف القيم. القيم هي الدافع يلي بخلينا نحن نتصرف أي سلوك، هي يلي بتحدد كيف نحن رح بأي نمط حياة رح نعيشه، وكيف نقدر نحن نزرع لهم هيدي القيم عندهم، هي انه نخليهم يشوفونا اولا نحن كمثال. صح. كمثال لهيدي القيم ونعتمدها. يعني اذا سألونا الأولاد بشكل عام القيم الأهم يلي لازم يعني حتى ما يمكن تختلط عليهم الأمور بين الأخلاق مثل ما قلتي، بين المبدأ يلي بحمله بحياتي، إذا سألني شو هو أهم القيم يلي أنا لازم خبرك شغلة معكي، كل شخص عنده قيم، عندنا القيم الأخلاقية والاجتماعية كلياتنا، ولكن كل شخص عنده إياها بتراتبية مختلفة. فهون أنا بحدد لهم أنه أنا لنقول مثلا القيمة الأولى يلي أنا بحملها، لنقول الاحترام، الأمانة، الثقة، هول الأشياء. هون أنا بصير ممكن أسأل الولد، وخاصة لما يكون على بواب المراهقة يلي هو العمر كتير شوي في تحدي دقيق للأهل ودقيق 100%، فهون ببلش أسألهم عن القيم يلي هن بيحملوها، يعني شو الأشياء يلي بحبوا أنه يتمتعوا فيها كأشخاص، مش كرمال يرضوا المجتمع، ولكن هن كأفراد بحسوا بالرضا عن نفسهم. هيدي كتير مهمة، كلمة الرضا عن الذات، لأنه أنا وقت أكون ماشي بالقيم يلي أنا حاملتها بكون حاسس حالي برضا عن ذاتي أكتر. والدراسات أثبتت أنه الأشخاص يلي محددين قيمهم وماشيين بهيدا بسلوك هيدي القيم بكون عندهم ثقه بالنفس وتقدير للذات اعلى. فهون ببلش بسالهم عن القيم يلي بيحملوها، عن الاشياء اللي هن بحبوا انه تكون موجوده بالمجتمع اكثر، والاشياء اللي في شيء نحن ما كتير بنعرفه، أنه القيم مثل ما هي بتحدد سلوكنا بتحدد أو هي الشيء اللي بخلينا نغضب كتير. يعني أنت وقتها مرة تتحسي حالك معصبت كتير أو استفزيت كتير، شوفي بأي قيمة دقت. صحيح. أو أي قيمة انتهكت، فمن هون بقدر أعرف أنه هيدي القيمة عندي إياها كتير مهمة. فوقت يسألون عن القيم بفسر لهم أنه هيدي القيم بالنسبة لألي هي أساسية وهي قيمة عليا، وفوني فيه أسألهم أنه شو هي القيم يلي أنتم بتحملوها. كتير مهم هالشي، لأنه بدي أعطيهم مثل، إذا صار معك هيك أنت كيف تتصرف، بيصير يفهم قيمة القيم أكثر. 100%. يعني كيف تنعكس عليه، لأنه أكيد بالنهاية بتنعكس على شخصيته، على 100%. كيف هو بيأثر وبيتأثر. 100%. كتير منيح أنك ذكرتي هيدا الشيء، لأنه هيدا الشيء كتير مهم. مرة كنت عم بعطي صف عن القيم، وهو لأنه تريننج يعني بياخد ساعات. نعم. فبتذكر واحدة من المتابعين لصفحتها قالت لي طيب أنه تانيا أنه قولك بهالوقت وبهالعصر وكل هالفساد، حرزين أعلم ابني القيم؟ يعني أنه بديه بالعكس يطلع هيك حاله قوي. فسؤالها إجا بوقته بمحله، لأنه اللي قلت لهم إياه أنه هو فعلا
لحتى تقوي شخصية الولد كيف بتقويها؟ بتقويها أنك أنت تخلق مجتمع أفضل وهو فرد من هذا المجتمع. أول شيء اللي إحنا لازم نتحمل مسؤولية أنه نحن أفراد من هذا المجتمع، ما بدي دائما ألقي اللوم على المجتمع. تاني شغلة لحتى يقوى شخصية الفرد كيف بتقوى شخصيته؟ هو لما يكون عنده رؤية واضحة وخطة ثابتة على هذا الطريق. لما أنا حدد لابني القيم أو خليه هو يعرف القيم بتقوى شخصيته بسببين. أول سبب أنه أول شيء رح يحس حاله أنه هو سيد قراره. يعني أنا ملا نقول عم بساوي هيدي الشغلة مش لأنه أهلاتي منعوني عنها أو أهلاتي فرضوني عليها، ولكن لأنه هيدي قيمة طالعة من ذاتي. فهون ببلش بحس حاله أنه هو سيد قراره ومسؤول، بقتنع وراضي عن يلي. وهيدا الشيء الثاني هو أنه رح تكون عن قناعة ورح تكون عن خيار هو اختار، وبالتالي بحس حاله انه هو واثق بالشيء اللي عمله. فهيدا الشيء كثير بقوي له شخصيته، كثير بيساعده ان كان هلا مثل ما عم نقول فايتين على عام دراسي جديد، او ان كان بعدين بالحياه بالمهنه بكل العلاقات يلي هو رح يقابلها بحياته، او واهم شيء علاقته مع نفسه. قلت شيء كثير مهم تانيا، انه اليوم الاختلاط بالمدرسه واللي بيخافوا منه الاهل او بيجربوا هيك يحموا اولادهم منه، هو هالاختلاط المتنوع يلي بيصير. اوقات بنصير نقول ما بدنا ابننا او بنتنا يقلدوا الآخرين، ما بدنا إياهم يتماهوا معهم، خاصة بعمر المراهقة اللي هو كتير دقيق. إذا بحملهم أنا وبيفهموا هيدي القيم، كيف بيقدروا يواجهوا هالمجتمع يلي هو أول تحدي لهم بالمدرسة؟ صح، أول شيء بيواجهوا هي حسب القيم، بس أنا رح أحكي لنقول من قيمة لنقول الحرية. قيمة الحرية بتجر معها التقبل، الاحترام، التعاطف، كل هول بتجرهم معه. فكتير مهم نحن نعرف القيم وقت نغرسها، هي مش لحالة عم بتجر معه عدة تبعيات يلي هيدا الشيء بيولد ساعتها مجتمع. في مثل بيقول إذا بدك تغير أخلاق مجتمع غير قيم أفراده. فنحن وقتها نحن بدنا نخلق مجتمع جديد، بدنا نشتغل على الأفراد، لأنه مثل ما قلت هن أسس وعناصر أساسية بهيدا المجتمع. فأنا وقت أكون عم بغرس هيدا القيم يلي هي بدها استمرارية. الأهل مرات بفكروا أنه أنا ربي أو أغرس قيمة عند ولد مثل خلص حطيت سقطت هالشجرة ورحت ومش الحال. هي التربية كلياتها 100% التربية كلياتها عبارة عن استمرارية. يعني طبعا. هي كيف الدواء ما بيتاخد جرعة واحدة. يعني أنت إذا عندك وجع معين لا سمح الله، مرض معين، ما بتاخد الدواء فرد مرة، بتاخديه على كورسات على مراحل. وهيك نفس الشيء بدها نفس، بدها استمرارية، بدها طولة بال. يعني وقلت شيء مهم أنه بدها ممارسة من الأهل مع أولادهم. صح، بدها وقت. صح، بدها نفس، بدها نفس. صح طويل. يعني أنا بقدر أقول كل النهار قيمة الأمانة أو الحرية، بس بده يفهمها، بده يشوفها وبده يجرب يكسرها 100% ويشعط يقدر يواجهها. مظبوط، بده يجرب يكسرها لحتى يشوف فعلا شو عواقبها. وهون أنا كتير مهم أن ناقش بهذا الموضوع، وما منا آخر الدنيا إذا أي ولد خاصة المراهق بيكسره. هلا بعرف أنا أم، وبعرف مرات يمكن أنه كتير بيضايقني أنه شوف أولادي غلطوا، خاصة أنه تعبت لحتى أحكيهم. يعني أقول لك بكل صراحة، بس برجع بذكر حالي أنه هن بالنهاية جايين على الدنيا كرمال يغلطوا كرمال يسيبوا. يعني صحيح. مرات بحبوا يعني out of curiosity نتاج فضول انه هن يجربوا انه نحن اذا كسرنا هيدا الشيء شو معقول شو يصير. فهون كمان مهم انه نحن نفرجيهم العواقب ونحكي بهيدا الموضوع ونقدر انه نشرح لهم اياه اكثر. قديه صحيح تانيا بيقولوا القيم بدها نضج؟ يعني كمان اللي عم بتقوليه بيثبت يمكن هالشيء، لانه الطفل او المراهق منه ناضج كفايه يمكن يقدر يتحدى حتى مجتمع ويتحدى رفقاته يلي هن يمكن ما عندهم مثله نفس القيم. مزبوط، بده ينجر. مزبوط، بده نضج. مزبوط، بده نضج وبده وعي. ما هي كيف بيخلق الوعي؟ هي بان انا عارفه هول الاشياء مردودهم الاجابه عليه. فهون ببلش بيتمسك فيهم اكثر. يعني انا اذا بس بدي اقول له اياهم كانه نحن هيك ونحن هيدي ايامنا وهيك نحن لازم نكون وهيك العالم حلو انها تشوفنا وهيك احلى، ما راح كثير يستوعبها ولا راح كثير يقتنع فيها. ولكن انا لما فرجيه مردود الإجابة عليه هو هون بصير بيتمسك فيها أكثر. هون بصير بحس إنه هيدا الشيء اللي أنا بدي أختاره وهيدا الشيء اللي أنا رح أحمله معي باقي العمر. ف
فعلا. تانيا حكيتي كمان عن نقطة بحب هيك نحكي فيها بشكل عام في اللي عم يسمعنا كمان، لأنه نحن بحاجة بعتقد نحكي فيها بمجتمعنا، قديه بتأثر عن جد القيم على المجتمع ككل، يعني حتى على هوية هيدا المجتمع. وسبق وقلتي كلمة هيك إنه إذا بدي غير مجتمع، كلنا اليوم بدنا نغير، بدنا نصور، بدنا ننتفض، في قصص كتير ما حابين هيدا التغيير، نحط الحق على كتير قصص بس ما منبلش من حالنا. يعني دايما أنا بنطر حدا يبلش، ليه ما بدي بلش بنفسي كل شخص تقدر ابني. أساس التغيير هي الاعتراف وتحمل المسؤولية، هيدا أساس التغيير، إنه أنا هيدا المحل أنا مسؤول فيه وأنا لازم أبدأ منه. هاي أول شغلة. تاني شغلة على فكرة، إذا أنت نقرأ هيدا التاريخ باليابان، وقتها نزل عليهم القنبلة النووية رفعوا قيمة العلم. إذا بتشوفي على جوجل بتلاقي إنه على الركام كانوا عم يوقفوا المعلمين وعم بيعلموا، يعني استثمروا بالأفراد بهيدا الجيل الجديد، وبالتالي بعد فترة من الزمن صار عندهم التطور والعلم والعلوم والأبحاث بمحل عالي جدا. فهون هن اشتغلوا على الأفراد واشتغلوا على هيدا الجيل الصاعد. فكتير مهم أنه نحن نكون عارفين أهمية هيدا القيم أول شيء، نكون عم نمارسها ونكون عم نتقصد أنه ولادنا يشوفوه، عم نتقصد ولادنا يشوفوه، ما معناتها عم نمثل، ولكن أنا لنقول إذا عبالي أن أغرس قيمة المعرفة عند ولادي بدي أتقصد أنه يشوفوني عم بقرأ كتب، يشوفوني عم بقرأ articles على اللابتوب. فهون بكون عم بتقصد أني أنا أعملها ومارسها قدامهم حتى يكونوا عم بيشوفوا، especially أنه الولاد experimental learners، يعني بيتعلموا من خلال التجارب وليس من خلال النظريات. هيدا أولا. ثانيا لازم كون أنا دايما عم بشرح لهم مثل ما قلت وفرجيهم مردودة الإجابة عليهم وشو أهميتها أن نحن نكون وكيف هن رح يقدروا يصنعوا التغيير. هون بيصيروا بحسوا حالهم أنه مسؤولين أكثر وأنه هن فعلا فعالين وأنهم قيمة مضافة بقلب هيدا المجتمع. حلو كتير تانيا. الموضوع مثل ما قلت هو واسع كتير، نعم. نحكي عن كل قيمة بزيتها برضه بمرات تانية، بس فعلا مسؤولية كبيرة على الأهل على المدارس أنه نبلش نزرع بأفكار أولادنا أنه في قيم لازم يفهموها يتمسكوا فيها، لأنه هن أفراد هذا المجتمع اللي نحن عم نتمنى أنه يكون مجتمع أفضل. إن شاء الله بنوصل له بإذن الله. نحن اليوم عندنا خوف من التعليم ومن المدارس ومن كل هالأشياء اللي عم نعيشها. صحيح، كثير تحديات الأهل عم بيواجهوها، ومشان هيك بتجي آخر شيء اللي بدي أقوله أنه الأخلاق بتجي نتيجة القيم. يعني لنقول أنا أعطيت قيمة الحرية بتجي قيمة الصدق، إذا أعطيت قيمة الحرية بتجي أخلاق الصدق نتيجة لهيد القيمة، فكل قيمة لها مردود أخلاقي. شكرا لك تانيا على هالإطلالة، بشوفك بمرات مقبلة.